إلى ليبيا، حيث وقعت الأطراف الليبية اتفاق تفاهم للمصالحة الوطنية في تونس العاصمة بهدف وقف القتال والتسريع في المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. اتفاق تفاهم لحل الأزمة الليبية وقع أخيرا في العاصمة تونس بعد محادثات مطولة بين مجلس النواب الليبي من جهة والمؤتمر الوطني العام من جهة أخرى، بغية تسوية الخلاف بين الأطراف المتنازعة سياسيا وعسكريا. هذا الحل إذا ما لاقى دعما ليبيا خالصا، دعما شعبيا، دعما مؤسساتيا، بالتأكيد سنصل خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين أو شهر في إيجاد حل لهذه الأزمة السياسية. وبمقتضى الإعلان ستشكل لجنة مؤلفة من 10 أشخاص يناط بها مهمة تعيين رئيس لحكومة التوافق الوطني ونائبين له، أحدهما من مجلس النواب والآخر من المؤتمر الوطني العام، وذلك خلال أسبوعين. المرحلة الانتقالية التي حددها الإعلان تنص أيضا على تشكيل لجنة أخرى تتولى تنقيح الدستور بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المرحلة وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية في غضون سنتين، لتضع بذلك إن تم الالتزام بها حدا للأزمة المندلعة في ليبيا منذ صيف 2014.